السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول انا نفسي اعرف المهندس اللي بيشتغل بالبيم بيكون دوره ايه. فبننسى فكرة ان هو بيشتغل بالبيم، تمام؟ هو مطلوب بيعمل مثلا تصميم انشائي، هو مهندس انشائي، مطلوب منه ان هو يعمل تصميم انشائي، يعملها بقى بالورقة والقلم او يعملها على الاوتوكاد او يعملها على البيم، المهم ان هو بيعمل تصميم انشائي. يعني اللي هو هيعمله على الكاد يقدر يعمله على البيم، يقدر يعمله بورقة وقلم، يقدر يعمله بأي حاجة، المهم إن احنا نوصل للحاجة اللي نقدر نشتغل بيها، الرموز اللي احنا نشتغل بيها، اللغة بتاعت الهندسة اللي احنا نشتغل بيها. هو مهندس مثلا ديكور، تمام، ممكن يجيب مكعبات ويبدأ إن هو يحطها أو إن هو يعملها بالبيم أو يعملها بالأوتوكاد أو يعملها مانيوال أو يعملها بالورق والقلم أو يعملها بالفي آر. يعني المهم الهدف اللي احنا نوصل له، مش مهم الوسيلة اللي احنا بنوصل بيها. طبعا الوسيلة في حاجة ممكن تكون أسرع، حاجة تكون أرخص، حاجة تكون فعالة أكتر. بس أنا بكلم إيه؟ إن ما يعني ما فيش هيجي مهندس البيم يعمل حاجة مختلفة عن يعني يقول لك لا ده أنا بدل الحاجة مثلا 80 سم هعملها 90 أو هعملها 100 أو كذا. لا، هو ملتزم بالكود، يعني الكود حاكم لكل حاجة احنا بنشتغلها، تمام؟ يعني الواحد اللي بيشتغل بيم ده مش حاجة تانية، مش بيطلع من كليات بتاعت حروف أجنبي، لا، هو نفس الشخص اللي بيعملها كاد، بدل ما كان بيعملها كاد بيعملها 3D، تمام؟ وما فيش حاجة اسمها 4D و5D والحاجات دي، الحاجات دي اتلغت على فكرة من زمان، يعني المصطلحات دي مش صح يعني. ففهمنا دوره ايه؟ نفس الدور المطلوب من كل واحد فينا. يعني هو مهندس تكييف مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه يعمل تصميم بتاع الضغطات ويعمل 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 حسابات تكييف، كل الحاجات دي يعملها، سواء بقى يعملها مانوال. يعني انا اخدت كورس مثلا مع دكتور ايمن عمر في تصميم التكييف، تصميم البلامينج، تصميم الفاير، رغم ده مش خصوص بس عشان اعرف اعمل الكوردينيشن، وكان مانوال، ما كانش فيه اي اوتوكاد ولا حاجه خالص ولا برامج هاب ولا اي حاجه خالص، بنفهم الشغل ماشي ازاي وهكذا، تمام. طيب تكملة السؤال، المفروض يتعلم ايه عشان يكون مؤهل لسوق العمل؟ المفروض يتعلم الكود اللي هو بيشتغل بيه. يعني لو هو مثلا شغال في مصر لازم يتعلم الكود المصري، راح مثلا الامارات بيبقى فيه اختلافات بسيطة، يعني مش هيبدا يتعلم من اول خالص، لا، بيبقى فيه ارقام، بيبقى فيه اختلافات بسيطة بين الحاجة، فالواحد ما يتقدش ويتوكل على الله ويتعلمها ان شاء الله بشكل خالص. المفروض ان هو يتعلم مثلا البيم، سواء بقى ايه، هتلاقي في بيم اريبيا محطوط لسته كده اسمها جاست بيم ات، وفي تعليم معماري، تعليم انشائي، يعني حسب التخصص بتاعك هتلاقي الشرح اللي انت عايزه على اليوتيوب مجانا زي ما انت عايز. هو لو نزل سوق العمل واتدرب احسن حاجه عشان تعرف ايه اللي مطلوب منك، لان في تخصصات كتيره فمش عايزين نطور نفسنا، خش على موقع بتاع وظايف زي لينكد ان او اي موقع تاني وشوف اغلب الشركات طالبه ايه. يعني سيبك من حاجه استثنائيه، لكن اغلب الشركات بتلاقي طالبه 1 2 3 4 خلاص، يبقى ما دام كذا اعلان قرر في نفس الحاجه دي يبقى دي اللي انا اركز عليها. انا بكل كام كل فتره كده، كل سنه ولا حاجه، ببدا ادخل اشوف السوق محتاج ايه. ده ناس مركزه مع كذا، خلاص هبدا اتعلم الحاجه دي. ده في نزل في حاجه جديده هبص عليها اشوف هل هي موضه، يعني حاجه في فرقعه، حاجه بالونه كده لمده صغيره وتختفي، ولا حاجه فعلا احنا محتاجين ان احنا نتعلمها. لو حاجه محتاجين ان احنا نتعلمها ممكن الواحد ايه يبدا ينظم وقته ويبدا ان هو يتعلمها. فاحسن حاجه الواحد يعرف ايه اللي مطلوب لكل التخصص بتاعه ان هو يدخل على الوظايف اللي موجوده. لو انا مثلا معماري ولقيت كل الناس مثلا الاعلانات الفتره دي عايزه ناس سكتش اب مثلا، سكتش اب ايه بس سكتش اب ده مهم بنبدا ان احنا نهتم بيه. لو اعلان لوحده كده طلب حاجه استثنائيه خلاص بهمله، لكن الحاجه اللي بتتكرر ممكن تلاقي مثلا يعني الفتره دي مركزين مثلا على الريفت. لو انت مثلا شغال في اللاندسكيب ودخلت لقيت ده في برنامج لاندسكيب مطلوب في السوق، مطلوب في اكتر من اعلان، خلاص يبقى ابدا ان انا اتعلمه من دلوقتي وهكذا، تمام. بتاع 3 دي ماكس لقيته ايه كله عملت 3 دي ماكس وفي ري، 3 دي ماكس وفي ري، خلاص يبقى انا لازم ان انا ايه ابدا اتعلم الفي ري مع 3 دي ماكس عشان اقوي السي في وابقى مؤهل للشغلانه دي.